بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سريعا كده يا شباب، الامتحان رقم 2 موديل 2 في امتحانات المعاصر ال20 امتحان. زي ما اتفقنا النهارده ميعادنا مع امتحانين، الامتحان الاولاني نازل وده الثاني. بسم الله نبدأ اول امتحان. الامتحان الثاني: someone who does practical work connected with science or technology. خد بالك هو قال لك هنا connected with مش connected to. طب ليه؟ connected to يعني متوصلين ببعضهم بسلك او كده، لكن connected with يعني له علاقة به. الشخص اللي بيدرس او بيقوم بعمل ممارس يعني عمل عملي يعني شيء عملي مش نظري له علاقه بالعلوم او التكنولوجيا ده بنسميه بوليتيشن، ده راجل السياسه اللي بيشتغل في السياسه. تكنيشن الراجل الفني اللي بيشتغل في العلوم وفي التكنولوجيا. اوثر مؤلف اكسبلورر مستكشف، يبقى الاجابه ان تكنيشن. مها يوزد تو نوت سويمينج وين شي ووز يانج. مها كانت متعوده ان هي تذهب للسباحه، عايزك تفهم كده اسمها جو سويمينج، جو رانينج، جو دايفينج، جو فيشنج. وخد بالك انك بتقول جو شوبينج او جو تو ذا شوبس، عشان استخدم جو تو لازم اقول ذا شوبس. طب لو مفيش تو ذا يبقى نقول جو شوبينج تاني كده، جو شوبينج او جو تو ذا شوبس. وعايزك تعرف برضو انك لما تقول جو سويمينج فدي اسمها كولوكيشن، فلما اقول لك جو كان كولوكيت ويز سويمينج وسويمينج كولوكيتس ويز جو وهكذا. لارا ووز اسكت تو نوت ذا برزنتيشن اباوت هير ريسيرش. لارا طلبوا منها ان هي تقدم برزنتيشن يعني عرض تقديمي عن البحث. المصطلح اسمه give presentation يعني يعطي عرضا تقديميا، يبقى give presentation احفظ. The team felt very happy after the first prize. الفريق شعر بالسعادة بعد ما فاز بالجائزة الأولى. أنت عارف إن إحنا دايما بنستخدم كلمة win مع الحاجة اللي إحنا فزنا بيها واللي فزنا فيها. اللي إحنا فزنا بيها زي كده مثلا نفوز بالجائزة، يفوز بالميدالية، يفوز بالكأس فwin. أو اللي إحنا بنفوز فيها فأقول لك win the competition، فزنا في المسابقة. win the race، win the match وهكذا. gain يعني يكسب خبرة، يكسب شهرة، يكسب محبة كده يعني، ويكسب reputation. خد بالك miss يعني يفتقد ويوحش. earn يعني يكسب فلوس، ولما نقول لك earn his living يعني يكسب قوت يومه، ده معناه انه فقير يا دوب بيكسب على قد اللي يقدر يعيش فيه. if you don't if you do something to make a bad situation better، لو انت عملت حاجة عشان تخلي الموقف السيء ده يحلو شوية، ف you really ate it. make up يعني يصنع، وميك اب برضو معناها يختلق زي كلمة invent لو انت فاكر children like to invent stories او make up stories. make up for يعني يعوض، بتساوي كلمة compensate. اكتب ورايا كده com c o m b e n وبعدين s a t e c o m b e n s a t e compensate يعني يعوض. وطبعا الاجابة make up your mind يعني يقرر، بتساوي كلمة decide. فاحنا هنا بقولك لو انت في موقف معين والموقف ده زبالة وانت عايز تخليه افضل من كده، فده معناها انك انت عوضت الخسارة اللي حصلت. My mother always encourages me. أمي دايما تشجعني to be better. تشجعني أن أكون أفضل. خد بالك encourage دايما بعدها to المصدر. لو في مفعول، طب لو ما فيش مفعول يبقى ing. فmy mother always encourages me فتشجعني فأنا المفعول يبقى to المصدر. عكس كلمة encourage، encourage يشجع عكسها يثبط اللي هي اسمها discourage. وعايزك تعرف إن encourage to لكن discourage from، وهما الاثنين لازم بعدهم حرف جر. to المصدر مع encourage ing مع discourage from. You should be strict with your children. لازم تبقى صارم مع أطفالك. Or you may spoil them. وإلا ربما تفسدهم. كلمة spoil معناها يفسد أو يدلل. ولما نقول spoil زي ما اتفقنا معناها الغنائم بتاعة الحرب. السينونيم بتاع كلمة spoil، الكلمة اللي بتساوي spoil. spoil يعني يفسد تمام أو يدلل. طب benefit يفيد، harm يعني يضر، relax يسترخي، support معناها يدعم. من الأربع كلمات كده تحس إن مفيش ولا واحدة هتنفع، بس مين فيهم معناها سلب زي كلمة يفسد أو يدلل اللي هي هارد. I want to enroll an English course next summer. أنا عايز أسجل في كورس لغة إنجليزية. أنت هنا ممكن تقول حاجة من الاثنين، إنك تقول enroll on أو إنك تقول join. فطبعًا في هنا حرف جر فلازم enroll. خد بالك إن join من غير حرف جر، فأقول لك I want to join an English course أو enroll on على طول. Unless you are hardworking، لو انت ما كنتش جاد في عملك انت كنت ها تعمل ايه في الامتحان؟ من غير ما نبص على الاختيارات، كنت ها لو انت مش جاد فانت كنت ها تفشل او ما كنتش ها تنجح. تعال نشوف الاربع اختيارات كده اللي قدامك. اول واحده كده won't fail يعني سوف لا ترسب، حطها كده في الجمله ودايما لازم تعمل كده. لو انت مش جاد في عملك انت مش ها تفشل، طبعا ما ينفعش. لو انت مش جاد في عملك انت سوف تنجح، ما ينفعش. لو انت مش جاد انت سوف تفشل، هي دي اللي تنفع. وعايز تعرف ان احنا كان ممكن نقول will fail في الجمله ديت، او كان ممكن نقول won't pass مش هتنجح. How would you travel if your passport ايه؟ خد بالك ان هنا في اف في نص الجمله وقبلها جاب لك would والمصدر، فده معناه ان دي حاله ثانيه، والحاله الثانيه يبقى لازم تعمل حسابك ان هنا ماضي بسيط، يبقى if your passport
was damaged. طب ده معناها ماذا كنت كيف كنت ستسافر لو ان جواز السفر اتلف او دمر. وعايز تفهم ان مش كل would قبلك يبقى ده ماضي بسيط. وحاله تانية افهم ان ممكن would تيجي في جمله في الحاله الاولى، زي مثلا اقول لك what would you like if I ask، ولا I ask it if I ask، لان would like to بتساوي want. طيب ندخل بعد كده I wish I knew that sandwich my stomach hurts. قلت لك 100 مره وانت بتحل الجمله دي انتبه للملحوظات دي وانا كاتبها لك في مذكره القواعد، ان كلمه wish ملهاش علاقه بالموضوع. ما تقولش wish مضارع فنختار ماضي بسيط، ولو قال لي I wish it يبقى ده ماضي فنختار من الموضوع. مش كده خالص حضرتك، wish دي ملهاش علاقه بالاجابه اطلاقا. اللي ليه علاقه بالاجابه انت بتترجم وتشوف الفعل بتاع الامنيه نفسه زمنه ايه. بمعنى انت بتقول يا ليتني ايه هذا الساندوتش، معدتي وجعتني، يا ليتني لم اكل في الماضي، لم اكل دي ماضي وبالتالي ناخدها ماضي تام، بس انت بتقول لم اكل يعني منفي فتاخد hadn't eaten. طب افرض انك بتقول لي يا ريتني كلت الساندوتش، انا دلوقتي اصبحت جعان، يا ليتني اكلته، فتبقى I wish I had eaten. طب ناس بتاكل دلوقتي وانت بتقول يا ليتني اكل معهم، كلمه اكل مضارع فتاخد لها ماضي بسيط. الموضوع يا شباب واقف على الترجمه العربي، لو انت متلخبط في قاعده معينه اكتب لي في الكومنتس وانا هعمل لك عليها ستريس. My bedroom floor is very clean. الاوضه بتاعتي نظيفه زي الفل. It's already not well. خد بالك ان already دي موجوده، فلازم يعني تعمل حسابك ان هنا it's دي it has already been will past participle. ف it has already been swept يعني من المؤكد ان هي تم كنسها بشكل سليم. طيب افرض يا مستر بيقول لك my bedroom floor was، لو هنا was كنا هنقول it had been swept. لاحظ ان is ناخد معاه has لكن was ناخد معاه had. I phoned my father three times but he was ill. انا اتصلت بوالدي ثلاث مرات بس هو كان ايه. الجمله دي رساله مني ليك يا اللي حافظ مش فاهم، لازم تبقى فاهم كويس. ايه المشكله اللي هتواجهك لو انت حافظ؟ انت حافظ هتلاقي مثلا قدامك هنا busy enough to، انا عارف ان enough بيجي معاها to والصفه بتكون في الاول، فدي من حيث القواعد تنفع. طب هنا to صفه to من حيث القواعد تنفع، so صفه ذات من حيث القواعد تنفع، such a صفه اسم ذات من حيث القواعد تنفع. فحضرتك لو انت حافظ القاعده بس مش فاهم هتتورط. الجمله بيقول لك ان انا اتصلت بابويا ثلاث مرات لكن هو كان مشغول فما ينفعش يرد. مشغول فما ينفعش يبقى تو صفته اللي هي نمبر بي. طب لو انت قلت لي بيزي انف تو، ده معناه ان هو كان مشغول بالقدر الكافي ان هو يرد عليا، يبقى الاجابه كده رام نمبر بي. ذا مانجر هاز ذا وركر ايه ذا موبايل فون. الجمله دي فيها ملحوظه عايز ااكد لك عليها. الملحوظه ديت احنا عارفين ان هاف مفعول مصدر او هاف مفعول والفعل مضاف اي ان جي. طب جدلا الاثنين في الاختيارات زي ما حصل قدامك هنا في الجمله دي، تعال نحلها كده. The manager has the worker is a mobile bill. المدير جعل العامل يدفع فاتوره التليفون. والله has مفعول والمعنى مبني للمعلوم، يبقى انا عايز هنا فعل في المصدر فالمفروض اختار بي. طب ما انا قدامي بينج اهي، وفقا للقواعد الاثنين ينفعوا، لكن انت عارف انك انت طالب ثانويه عامه بتاخد اللي في كتاب المدرسه، فهنا بي اللي تختارها. طب وقال لك اختار اثنين فنختار له بي اند دي. طيب امال امتى نختار هاف ذا وركر والباست بارتيسيبل لو الجمله معناها مجهول؟ طيب احنا خدنا بايه؟ رقم 15 زي وير رانينج تو ذا ليكتشر، هما كانوا بيجروا رايحين المحاضره، يبقى زي ايرلي. ترجم يا عم الحاج، ما تقوليش ان وير ماضي فنختار ماضي، ترجم عشان انت ممكن يكون الجمله فيها ماضي وتختار تنبؤ في او استنباط في المضارع. في الجمله بيقول لك هما كانوا رايحين المحاضره جري، يبقى هما كانوا بدري ولا ما كانوش بدري؟ اكيد ما كانوش بدري، ما كانوش مبكرين، يبقى زي كانت هاف بين ايرلي. امال امتى ناخد زي ماست هاف بين ايرلي؟ لو انت شايفهم ماشيين في الشارع بيتفكعوا وعلى مهلهم فكنا هنقول زي ماست هاف بين ايرلي، اكيد كانوا رايحين بدري فعشان كده ماشيين براحتهم وعلى مهلهم. يبقى احنا قلنا كانت هاف بين يعني اكيد ما كانوش رايحين بدري. طيب نمبر 16 The doctor recommended home till he becomes better. الدكتور اوصى ايه؟ المنزل يعني لحد ما يصبح صحته افضل. بداية من غير ما نبص بالاختيارات، لو انت قدامك في الجملة بعد recommend مفعول فناخد الفعل، ناخد to والمصدر، طب ما فيش مفعول يبقى ناخد ing. طيب هنا في الجملة بيقول لك the doctor recommended home to staying، ما فيش حاجة اسمها recommend to ing دي بايظة. طب to stay recommend مين يا ترى to stay؟ وطبعا not to staying زيها زي رقم ايه فما ينفعش، يبقى ده نادر stay. انتبه للاتي ان ريكومند ذات مفعول مصدر، ايا كان الفاعل ده مين، ايا كان المفعول ده مين، نادر ده مفرد المفروض نقول ستيز، لا برضه كده كده ناخد مصدر بعد ريكومند وسجست وبعد انسيست، الناس دي لازم تعرفها وهي مكتوبه في مذكره القواعد لازم تركز عليها.
الحاجه الثانيه لو قال لك ان مفيش هنا مفعول، لو ما قالكش نادر ده ولا هي في الجمله كنا هنقول دكتور ريكومندد سيينج. طيب القطعه بقى، انت عارف ان الامتحان فيه قطعتين مش قطعه واحده. بقول لك the application of spreading theories the application of spreading theories of economics has so far failed to lift developing countries out of the cycle of poverty that has effects on the majority of their inhabitants. من الاخر بقول لك ان تطبيق النظريات المنتشره في مجال الاقتصاد فشلت كثيرا في انها ترفع او تنقل الدول الناميه من دائرة الفقر اللي هي عايشة فيها، ليها تأثير كبير على معظم السكان أو معظم الناس اللي عايشين في الدول النامية على مستوى العالم. There are still an essential an estimated 1.3 billion people تقريبا في 1.3 بليون بني آدم بيكسبوا دولار واحد أو أقل يوميا، وطبعا ده معدل فقر كبير، وعايشين في extreme poverty فقر مدقع. Decades القرون of huge loans by banks from affluent nations at interest rates that a crippled developing economics don't appear to be providing a solution to poverty. بيقول لك ان مرت عقود كثيره والدول الناميه بتاخد قروض من الدول المتقدمه ومن البنوك، ولكن ده كله لم يؤثر على نموها او انتقالها من الفقر اللي عايشه فيه. واحد بقى اسمه بروفيسور محمد يونس جرين بانك عمل جرامين بانك عمل بنك اسمه بنك جرامين يعني however is taking a different approach to the problem. عمل ايه بقى الراجل ده؟ بيقول لك ان هو اتخذ طريقه مختلفه لحل المشكله دي. ايه الطريقه المختلفه يا عم محمد ده؟ قال لك في سنه 1976 البنجلاديشي ايكونومكس بروفيسور الاستاذ في مجال الاقتصاد اللي هو من بنجلاديش بدا مايكرو كريدت بروجرام، بدا برنامج في مجال الاقتصاد، برنامج مصغر with a loan of just 62 cents. قرض بس تقريبا 62 سنت، السنت ده اقل من الدولار زي كده، الجنيه المصري زي الدولار، القرش زي السنت بقى بالمناسبه دي. Each to a group of 42 workers اعطى مجموعه من العمال 42 عامل، كل واحد خد 62 سنت. Instead of loaning large amounts of money to well-off debtors. عايز افهم الحته دي، افهم معايا كده. الراجل ده بيقول لك ان الطبيعي ان احنا بندي القروض للدول للناس الاغنياء علشان الناس الاغنياء دول يعملوا مشاريع استثماريه يوظفها الفقراء. لا، الراجل قال لك ما نعملش كده يا جدعان، ندي القروض للفقراء نفسهم وهم يشتغلوا. طيب فهو ما اداش القروض للاغنياء، اداها للفقراء. ذا بانك هي ستارتد ميد اكستريملي سمول لونز، البنك اللي هو بداه كان بيدي قروض بسيطه جدا تو بور بنجلاديشي هو وير كونسيدرد ا باد ريسك باي ذا تراديشنال بانكينج سيستم. الناس دول كانوا بيعتبروا مخاطر على النظام القروض اللي في البنك الطبيعي، يعني البنك الطبيعي ما يدهمش قروض لانه يقول لك الراجل الفقير هياخد قرض ومش هيعرف يسدده. He astounded his critics. كلمة astounded دي احنا مش عارفينها، طب ما تيجي نكمل كده عشان نتنبأ بيها. بيقول لك ان هو عمل ايه في النقاد بتوعه by proving that the poor were more likely to repay. لما اثبت ان الناس الفقراء هم اكثر احتمالية ان هم يسددوا القروض بتاعتهم تاني اكثر من الاغنياء، يبقى هو احبطهم، هو سكتهم. لما اللي هم النقاد، يعني معنى كده ان المشروع بتاعه انتقد في البدايه. طبعا انت لو انت قرات الاسئله من الاول قبل ما تحل القطعه وده لازم تعمله هتفهم ان كان في نقد للراجل ده. المهم ان الفكره بتاعته احبطت او انتقدت، لكن هو سكت النقاد دول لما اثبت ان الناس الفقراء بيسددوا الديون اكتر من الاغنياء. Virtually none of the thousands of women who have been financially assisted by the bank for over 20 years have defaulted on their payments. Yet all are expected to pay interest and stick to the rule. بيقول لك ان خلال اول 20 سنه كان صعب للناس دول يسددوا الديون بتاعتهم، لكن بعد كده بداوا يسددوا الديون في مواعيدها وفقا للقوانين اللي موجوده في العقد. معنى كده ان هو سد كان بيدي فلوس للنساء، خد بالك هو قال لك هنا في سياق النص الومن، النساء مش الرجال. These borrowings الفلوس اللي هم استلفوها دي have enabled مكنت النساء اللي في بنجلاديش ان هم يعملوا مشاريع عملاقه او مشاريع صغيره كبيره جدا which directly benefits their families. كانت بتفيد عائلاتهم and economic and communities وبتفيد مجتمعاتهم where they live اللي هم عايشين فيها. The success of the experiment has brought about a revolution in the anti-poverty programs. بقول لك ان نجاح التجارب دي سبب لهم ثوره في البرامج اللي هي بتقوم ضد الفقر، يعني كده ان المشروع ده نجح، success يعني نجاحه. تعال نشوف اول سؤال، بقول لك the best title for the passage العنوان المناسب للقطعه دي. A common problem with a new solution العنوان ده هو اللي ينفع.
بس عايزين نفهم كده، اكيد انت فهمت. كومن بروبلم يعني مشكله معروفه وشائعه اللي هي مشكله الفقر، وحل جديد ان احنا نسلف الناس الفقراء مش الاغنياء. طب ليه ما ناخدش رقم بي؟ اطلب لك مشكله جديده، الفقر مش مشكله جديده خالص. طيب a new way of begging money، طريقه جديده لان احنا نشحت فلوس؟ لا طبعا. The developing countries loans، قروض الدول الناميه؟ لا ما قالكش كده، هو بيحكي لك عن مشكله معروفه وقدم لها حل جديد. السؤال الثاني، we can infer from the passage that the word astounded ديت معناها ايه؟ احنا ممكن نطلع من القطعه ان كلمه astounded، هو بيقول لك هنا هي astounded his critics. يا ترى astounded، خليك ذكي حط الكلمات دي مكان astounded، يعني يا ترى هي astonished اذهل النقاد ولا provided دعمهم خلاهم ينتقدوا اكتر ولا admitted اعترف ولا improved حسن؟ اكيد هي astonished، يعني هو اذهلهم لما هو عمل كده ونجح فكرته. السؤال بعد كده، the last line of the passage، اخر قص اخر سطر في القطعه، خد بالك the last line يعني اخر يعني اخر جمله. the success of the experiment has brought about، نجاح التجربه تسبب في احداث ثوره في البرامج اللي بتقوم ضد الفقر. the success of experiments ده معناها ان success ان التجربه نجحت ولا فشلت failure، ولا اذا increase ان الفقر زاد، ولا decrease of interest يعني نقص الفوائد، ما حكاليش عن الفوائد، هو بيحكي لك ان الموضوع ده نجح وبالتالي success of experiment او experience اللي هي الخبره والتجربه. at the beginning of his experiment، في بدايه التجربه بتاعت الراجل ده. بروفيسور محمد يونس ووز، الراجل ده حصل له ايه؟ supported دعم؟ لا ما حدش دعمه خالص، الناس كلها انتقدته، حتى قال لك هنا بص، قال لك he astounded his critics، يعني معنى كده ان he criticized، انتقد. بروفيسور محمد يونس جرامين بانك واي تو تريت بافرتي ووز، الطريقه دي كانت يونيك فريده، انك تدي فلوس للناس الفقراء ده شيء غريب، انك بتدي المفروض للناس الاغنياء يعملوا مشاريع. كومون انريلايبل ولا ديسونست؟ طبعا كانت يونيك، يعني طريقه فريده. طيب بقول لك بعد كده، دو سيريز اوف ايكونومكس مانج تو اوفركم ذا بافرتي ان ذا وورلد، هل نظريات الاقتصاد اللي الناس كانوا عاملينها تمكنت من انها تقضي على الفقر في المجتمعات؟ لا طبعا. طب ليه؟ لان القروض كانت بتدفع للناس الاغنياء. طب ما تيجي نشوف كده. يس طبعا، يس يس يس، لا احنا هنفكر في نو نو. طب ما تيجي نشوف برضه، يس از ماني بيبول ليف هابلي، لان ناس كتير عايشه بسعاده وبارتياح. طبعا لا، ناس كتير فقراء زي ما هو قال لك 1.3 بليون. زير ار فيو ديفلوبينج كانتريز، لان في دول ناميه قليله. يا عم قال لك في فقراء في الدول المتقدمه نفسها. از زي ار لونز نيد تو بي بايد باي ماني ديفلوبد كانتريز، لانها قروض بتدفع بواسطه الدول الاغنياء. الاغنياء ما فيش دول غنيه تدفع، اللي بيدفع القروض ديت البنوك اللي عملها عمك محمد ده. يبقى الاجابه نمبر دي. السؤال تاني كده عشان نضبط الاجابه بالسؤال، هل النظريات ما تمكنت من القضاء على الفقر؟ قلنا لا، لان معظم الدول الناميه تعاني من الفقر. السؤال اللي بعد كده، وات ديد محمد يونس دو تو فيس بافرتي، عمل ايه عشان يواجه الفقر؟ هي بورويد فروم ذا ريتش، استلف من الاغنياء؟ لا مش هيسلفونا. هي لينت يونج بيبول، سلف الناس الشباب، ما سلفش الشباب. هيلين ذا بور ومن، سلف النساء الفقيرات، هو ده اللي حصل، وبالتالي النساء عملوا مشاريع واكلوا الناس. طيب في 1976 الراجل العالم، لا مش هنا، وات دو يو ثينك اوف محمد، ايه رايك في الراجل ده؟ الراجل ده جينيوس ذكي ولا جريدي طماع ولا سيلفش اناني ولا هيلبلس؟ يعني راجل ما بيساعدش حد، اكيد جينيوس عشان هو عمل مشروع استثماري ناجح. القطعه الثانيه بقول لك، تروبيكال سايكلونز ار كولد، طبعا انا عايزك في القطعه مش اول ما تلاقي كلمه مش عارفها تقف كده وتعيط وتبكي زي النساء تبقى بطل كده، القطعه طبيعي هيكون فيها كلمات ما انتش عارفها، بس كمل وهي توضح. بقول لك تروبيكال سايكلون، مش هترجم الكلمه دي غير لما نكمل. ار كولد تايفونز، يا دي النيل السوداء، احنا عرفنا سايكلونز عشان نعرف تايفونز. ان ايشا اند هاريكانز ان نورث اند ساوث امريكا، بقول لك ان السايكلونز بنسميهم تايفونز في اسيا وبنسميهم هاريكانز، انا عارف هاريكانز يعني اعاصير، يبقى الكلمة دي إعصار والكلمة دي إعصار والكلمة دي إعصار. These storms، العواصف دي، خد بالك إن الحاجات دي إن الهاريكان ده عبارة عن عاصفة. Go round like a wheel turning to the left when they hit in the northern part of the world. They have wind speeds، خد بالك إن هما بيمشوا بسرعة الرياح بسرعة 60 كيلو متر في الساعة. وطبعًا أنت عارف لو إحنا عايزين نحط حاجة في الـ KBH دي هنحط في النص كده سلاش عشان نخليها بير أور. اورمو ممكن تمشي سرعه 60 كيلومتر في الساعه او اكثر. في امريكا بقى ذا تروبيكال بريدكشن سنتر ان ميامي، في مركز كده بيتنبا بالاعاصير والعواصف اللي موجود في ميامي في فلوريدا. كيبس ان اي اوت اوف هاريكان، المركز ده طول النهار يراقب فيه الاعاصير.
وين ميتيرولوجيستس اللي هم ايه ميتيرولوجيستس دول العلماء اللي بيدرسوا الاعاصير والطقس ديتكت لما هم بيتحددوا او بيتعرفوا على اعصار في مكان معين زي جيف ات اني هم بيسموا الاعصار ده باسم زي كان يوز ايذر اميل اور افيميلني ممكن يسموه باسم مذكر او مؤنث واي شود تروبيكال سايكلونز هاف نيمز واحنا ليه طيب بنسمي الاعصار باسماء قال لك ان الاسم ده بيخليه من السهل على الناس ان هم يحفظوا ويفضلوا عارفين المعلومات اللي حصل عن الاعصار ده وهو حصل امتى وممكن يكون مخاطره ايه. The World Meteorological Organization في منظمة بتدرس الظواهر الطقس والحاجات دي اسمها WMO دي عبارة عن International Weather Group عبارة عن مجموعة بتدرس الطقس بتقرر what names will be used بتقرر نستخدم اسم ايه للعاصير دي. The WMO makes lists of names بتعمل قوائم بالاسماء اللي بنستخدمها في حروف اللغة الإنجليزية. بقول لك each name of the list starts with a different letter. كل اسم بيبدأ بحرف مختلف عن الاسم الإعصار. يعني كل إعصار يطلع نسميه باسم. كل إعصار ليه اسم مختلف عن الاسم الثاني. وكل اسم بيبدأ بحرف من حروف مختلف عن الاسم الثاني. The first hurricane of the أول إعصار يحصل في السنة بياخد الحرف of that year's list. بياخد الحرف اللي في السنة دي. الإعصار الثاني بياخد الحرف اللي بعده. على سبيل المثال لو الإعصار حصل is named a دلت الاعصار حصل سميه أبل الاعصار اللي بعده بقى هيبقى بادئ بحرف البي فنسميه بي تي. The name lists don't include names beginning with ما فيش اي اعصار اسمه بيبدا بحرف كيو واليو والاكس والواي والزد لان الاسماء دي اصلا او اي كلمات في اللغه الانجليزيه بتبدا بالحروف دي الكلمات دي نادره جدا وما بتتكررش. Asian countries use different lists الدول الاسيويه بتستخدم قوائم مختلفه which is made up by the WHO's Typhoon Committee. بيقول لك ان اسماء الدول في افريقيا بتستخدم اسماء مختلفه للاعاصير غير اللي بيستخدموها في اوروبا. الاسماء بتاعه اسيا بقى few personal names بتستخدم اسماء شخصيه قليله شويه. But most of the names are of flowers. معظم الاسماء اللي بتستخدم على الاعاصير بتاعه اسيا اسماء ورود وحيوانات واشجار واسماء اشياء اخرى مشابهه. تعال اول سؤال بيقول لك the best title for this machine. افضل عنوان ممكن نحطه للقطعه دي. Tropical cyclones ولا cyclones speed سرعته ولا the World Meteorological Organization طبعا بتكلم عن التروبيكال cyclones وسميناهم ايه وهم بيطلعوا ازاي وسرعتهم ايه يبقى الاجابه رقم ايه فعلا. طيب السؤال الثاني رقم 26 Hurricanes and typhoons typhoons are two kinds of الهوريكانز والتايفونز دول نوعين من انواع الرياح اللي هي العواصف يعني يبقى storms. طيب بعد كده it can be inferred from the passage that the fifth hurricane of in 2019 might have the name بقول لك ان الاعصار الخامس هيبقى اسمه ايه بقى؟ طب ما تيجي نشوف كده الاعصار كان اسمه اصلا؟ واحنا اعصار حصل في اول السنه فهنسميه ايه؟ طب السنه الثانيه بي، الثالثه سي، الرابعه دي، الخامسه اي، يبقى نسمي الاعصار ده ايه؟ انت فاهم كده؟ يعني الحرف الاولاني ده اهو معناه الحرف الخامس يعني الاعصار الخامس. طب لو احنا عملنا حرف الايه يبقى ده الاعصار الاول في السنه. طيب بعد كده the writer thinks that الكاتب بيعتقد بان using names makes matters easier وقال كده نصا استخدام الاسماء بيخلي الموضوع اسهل فعلا. طيب بعد كده after reading the passage بعد ما قرانا القطعه ديت what does a meteorologist say؟ الميتروجيست ده بيدرس ايه يا ترى؟ بيدرس علم الطقس والمناخ the science of atmosphere and the phenomena the science of volcano بيدرس علم البراكين لا The ocean and the marine living things اللي برقم ايه فعلا بيدرس الاتموسفير والفينومينا والطق والظواهر اللي بتحصل. بعد كده according to the passage الفيرب ديتكت كلمه ديتكت كان في القطعه هنا بيقول لك when meteorologists detect a hurricane لما يكتشفوا او يجدوا اعصار. كلمه ديتكت هنا معناها يخترع مش هينفع يخترع اعصار ولا ينفع فلوت يطفو ولا سينك يغوص اكيد ديسكفر يكتشف لما يكتشفوا اعصارا. خليك شاطر كده في الترايح جاي في القطعه giving the cyclone name لما ندي السايكلون ده اسماء بيساعدنا في ايه؟ ان احنا نسمي العصير باسم ده بيساعدنا ان احنا نخلي الامور اكثر سهوله بالنسبه للناس والناس يفتكروها ويعرفوا مخاطرها زي ما قال في القطعه. Call for them easily at any time ولا send information about them ولا make them known for people to remember ان هم يعرفوا الناس يعرفوهم بسهوله ويعرفوا كمان their danger زي ما قال في القطعه يبقى دي فعلا رقم سي. The main idea of the last paragraph اخر باراجراف خالص اللي هو ده. Asian countries use different lists مش عارف ايه كده. الباراجراف ده يا ترى is cyclones
have different names with the same qualities ولا hurricanes and typhoons are very different kinds of storms ولا North African هو ما حكاليش عن أي حاجة خالص في cyclones ولا حكالي عن الطيفون هو بيحكي لي عن Asian typhoons have animals and plants name هو قال لك هنا في القطعة كلها عمال يحكي عن اللي في أوروبا آخر قطعة حكالي عن آسيا وقال لك إن في آسيا بنسميهم flowers و animals وكده يبقى رقم دي اللي صح الترجمة هقول لك الترجمة مين صح والباقي غلط ليه بقول لك طبعا the growth of international tourism has several advantages first المهم الإجابة الصحيحة هنا رقم B اللي هي نمو السياحة طيب الأولى غلط ليه لأنه بقول لك هنا أو لأن السياحة تستثمر العملة ما لكش تستثمر بقول لك bring يعني تجلب ما لكش تستثمر طب رقم C غلط لأنه قال لك هنا تطوير السياحة وهو قال لك هنا the growth نمو مش تطوير طب يا مستر ما هو تطوير هو نمو هقول لك ماشي عديها خش كده العملة الصلبة ولا الصعبة المفروض تبقى الصعبة رقم دال اولا السائحه المفروض تبقى السياحه تجلب العمله الصعبه للدوله ثانيا انها تستهلك لا مش تستهلك توفر يبقى كده رقم ب اللي صح الجمله رقم 34 الاجابه الصحيحه هي رقم A رقم A اللي في حقيقه جميع لديهم امكانيه للقيام باشياء طب رقم ب غلط ليه بقول لك كل الافراد لديهم فرصه للقيام باشياء مذهله لو انهم عاملوا بقسوه لو هو المفروض تبقى عامله بجد مش بقسوه طب رقم C في الحقيقه كل فرد لديهم المفروض كل فرد لديه او كل الافراد لديهم غير كده كمان في الاخر كده بقول لك لو انهم تعلموا بصعوبه ما قالكش تعلموا بصعوبه قالك المفروض عاملوا بجد ورك هارد ما قالكش تعلموا خالص ما جابلكش سيره التعليم الاخيره خالص غلط لانك بقول لك كل فرد لديه اختيار المفروض اختيار غلط ثانيا لو انهم عاملوا بجد للمرور على مش المرور على التغلب على طيب احنا كده رقم ايه المفروض صح رقم 35 الاجابه الصحيحه هي رقم ايه ركز معايا كده مان نيدز مينز اوف انترتينمنت ريلاكسيشن هنا قالك ريلاكسينج ديبوزيت غير كده كمان المفروض تبقى it is not logical ليس من المنطق هنا قال لك it's not logic المفروض تبقى logical مش logic بعد كده رقم C غلط لانه قال لك legal المفروض تبقى logical رقم D غلط عشان هو قال لك illegal خد بالك هنا بيقول لك ايه it is illegal المفروض ما نقولش illegal المفروض it's not logical او it is all illogical يبقى دي كده اخترنا الاولى رقم 36 الاجابه الصحيحه هي رقم B طيب many people dream of او about traveling الاثنين ينفع abroad خد بالك هنا صح عشان abroad لكن هنا غلط عشان abroad يبقى رقم دي باظت طب رقم سي many young people dream of traveling abroad بوث غلط دي بوث بقى بوث بتيجي مع حاجتين هو هنا قال لك tourism و study و work ثلاث حاجات فبوث دي غلط يبقى كده رقم سي غلط بس احنا ما قلناش رقم ايه many young people dream about traveling abroad neither يعني مش علشان لا ده قال لك هنا ايه سواء يعني لكي يعني معنى مثبت ونظر معنى منفي يبقى كده رقم دي اللي صح ايه من دول has the correct punctuation الجمله اللي لها ترتيب صحيح opening بسم الله الرحمن الرحيم يا مستر اي جمله تبدا بتو المصدر اي جمله تبدا باي ان جي اي جمله تبدا بباست بارتيسيبل يعني احنا محتاجين في نص الجمله كما حلو الجمله بيقول لك opening the door quietly the two المفروض هنا في بعد quietly في كما يعني اصلا كانك بتقولي after opening the door quietly comma the two officers surprised كذا والجمله تكمل على طول من غير اي حاجه لحد الاخر نحط نقطه فرقم ايه غلط رقم بي opening the door quietly comma حلو زي الفل the two officers surprised a thief as he was putting ايه اللي جاب سيمي كولون هنا ملهاش لازم يبقى ده غلط opening the door quietly وسيمي كولون لا احنا محتاجين comma يبقى الاجابه رقم دي comma وجمله كامله على بعضها في الاخر نقطه اللي بعده ايه من دول has the correct punctuation ايه من دول ليها الترتيب الصحيح if you don't understand ask your teacher الجمله دي رقم ايه صح طب ليه صح ما هو اي جمله تبدا برابط لازم نص الجمله يكون فيه كوما وفي اخر الجمله نقطه او علامه استفهام على حسب ده سؤال او جمله خبريه يبقى دي صح طب الثانيه ask your teacher for help if you don't understand هنا نقطه فصل الجملتين عن بعض وحط لك نقطه فده غلط easy essay is some sort of story قصه يبقى ده روائي يبقى narrative Which of the following makes you write a sub a business letter. انا بكتب business letter ايه من دول ليه علاقه بالبزنس letter to make sure a friend attends انك تخلي تتاكد ان صاحبك يحضر الحفله ده friendly letter to tell a joke انك تكتب نكته طبعا ما ينفعش في بزنس تكتب لي نكته للمدير هيرفضك express concern for a product انك تكتب تعبير عن قلقك لمنتج من المنتجات يبقى رقم سي صح خلصنا الامتحان الحمد لله finish exam 40 من 40 صفر خطا الحمد لله كده خلصنا الامتحان اوعى تمشي قبل ما تعمل لايك للامتحان انا بجري بكل جهدي عشان اخلي الامتحان ما يوصلش النص ساعه الحمد لله رب العالمين هيكون 30 دقيقه بالسنتي اتمنى لك التوفيق ما تنساش تعمل لايك للفيديو ما تنساش تعرف زمايلك على القناه اعمل شير للفيديوهات عشان كل الناس تستفيد والناس كتير بتستغيث في الفتره دي وهنعمل مراجعه محترمه واولها النهارده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته